السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اختارت لكم موضوع كيفاش نعاونوا وليداتنا باش يحفظوا القرآن، وكيف نساعد أبنائنا على حفظ القرآن الكريم. كما كتعرفوا، فتحفيظ القرآن للأبناء هو أكبر مشروع، والمشروع اللي ما فيهش الخسارة نهائيا، مشروع كله ربح. السؤال اللي كيطرحه العديد من الآباء والأمهات، امتى غنبدا نحفظ ولدي القرآن؟ هو ممكن انت تحفظي ولدك القرآن وهو في كرشك، يعني الأم والطفل ديالها باقي في البطن ديالها، تعود تقرأ القرآن وتعود تسمع القرآن، راه الدري كيسمع الطفل ولو انه في بطن الأم، راه كيعرف اش واقع، كيسمع اش من واقع في العالم الخارجي. نشوف هما المثال ديال الطفل المعجزة اللي كاين في المغرب، اللي تولد وفاش بدا كبر ما كيعرفش العربيه نهائيا، واكتشفوا لي بارون ديالو بلي كيهضر غير لونجلي، وفاش رجعوا للتاريخ فاش كانت امه حامله بيه كانوا شي نجالزه حداهم بداو كيهضروا مع نجالزه بزاف. دونك الدري اوتوماتيكمون ولو انه في بطن الام ديالو شد الانجليزيه. نفس الشيء الاطفال قال لي كيسمعوا وكيحسوا اشنو واقع خارج البطن الام ديالهم، يعني هو في البطن ديالك عاد يقرا القران وعاد يسمع القران. وممكن تحفظيه ليه بشكل فعلي، فابتداء من 4 سنوات تبدأي ليه التلقين، تلقين يوميا لمدة 10 دقائق، وإلى ممكن يجلس أكثر من 10 دقائق ممكن تزيدي المدة. فاش كيحفظ الطفل ديالك أول صورة، أو عندما يتمكن من حفظ الصورة الأولى، يجب أن تحتفلي به وتحتفلي به وتعطيه هدية، وتسجلي الصوت ديالو وهو كيعرض القرآن، ديك الصورة كيعرض ديك الصورة اللي حافظ، باش تبقى ذكرى ديما تفكر أول صورة حفظها في حياته. البداية بدا يحفظيه آيتين يوميا حتى يحفظهم مزيان، عاد تنتقلي للآيتين الأخرين. فاش كتحفظيه الآيتين كتمشي لدوز نهار، عاود ديما المراجعه لداكشي اللي حفظ. وكلما حفظ ايتين حاولي تشرحيها ليه مزيان، وإلا كان ممكن كانوا ايات ممكن تطبقوا على ارض الواقع، لما لا تطبقيهم، خصوصا اللي كانوا ايات ديال الزكاه، فيهم الزكاه ولا فيهم الصدقه ولا فيهم الصلاه، يطبقوا على ارض الواقع. وضروري من الشرح باش يعرف اشنو المضمون، اشنو كاين في الايات، باش يحفظ القران مزيان وعارف اشنو حافظ. وما تنسيش التفاعل مع القران الكريم، واذا كانوا الايات، اذا لقيتوا ايات ديال العذاب فقولوا اللهم اجرنا من عذاب النار، اللهم نجينا من عذابك، وان ولا لقيتوا ايات فيهم النعيم فيهم الرزق فاللهم آتينا برزقك، اللهم أدخلنا الجنة، ضروري من التفاعل مع الآيات. وما تنسيش سرد قصص قرآنية للطفل، وأهم حاجة وهو الثناء على الطفل. وقت ما حفظ شي آية ولا آيتين عبري ليه وبيني ليه بلي راه هذا الإنجاز عظيم، باش تكون عنده الرغبة باش يواصل باش يكمل في حفظ القرآن الكريم. كنتمنى نكون وفيت واستفدت شوية من هذا الفيديو.